حسن الخلق ركيزة أساسية يحث عليها الإسلام في المعاملة سواء مع المسلم أو مع غيره. من هذا المنطلق ولترسيخ ثقافة حسن التعامل وإعطاء صورة حقيقية لإسلام التوازن والتسامح والاعتدال خاصة بالنسبة للشباب، نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم زاغورا ندوة علمية في موضوع علاقة الإسلام بالشرائع السماوية السابقة. الندوة استهدفت بالأساس شباب المؤسسات التعليمية، حيث عرفت ثانوية الإمام البخاري التأهيلية بجماعة تمكروت مجموعة من المداخلات والعروض حول الإسلام وما يحث عليه من حسن التعامل تجاه معتنقي الديانات السماوية الأخرى، فكرة أراد من خلالها المجلس العلمي المحلي لإقليم زاغورا أن يجعل من شباب المؤسسات التعليمية قدوة في تعاملهم مع الآخرين. ننظم بشراكة مع المجلس العلمي بزاغورا ندوة في موضوع علاقة الإسلام بالشرائع السماوية السابقة، وكما تبين فهناك تفاعل بين التلميذات والتلاميذ مع موضوع الندوة، لأننا في أمس الحاجة إلى معالجة ومناقشة مثل هذه المواضيع وخصوصا في الظرف الراهن من أجل تثبيت قيم الدين الإسلامي السمحة. أصول العقائد والعبادات ثم منهج التعامل مع أهل الكتاب من خلال القرآن الكريم من أهم محاور الندوة، حيث تطرق فيها المتدخلون إلى تحديد معاملة المسلم مع أهل الكتاب من منطلق قرآني، ثم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيفية تعامله مع الذميين. نظرا لاشتغال المجلس العلمي في الإقليم بالأمور التي تهم مجال القرآن الكريم وغير ذلك ولعلاقتنا معه، يعني ننسق معه بين الفينة الأخرى، كان لنا تنسيق حول منطقة القرآن أول سنة الماضية، الآن عندنا تنسيق حول هذا الموضوع الهام الذي تقتضيه ظروف يعني الحالية في العالم بصفة عامة، حول هذا الجدال الدائر حول أهمية التعامل مع المسلمين واليهود والنصارى خاصة في الغرب وفي بلاد الإسلام. أولا أشكر المجلس العلمي المحلي بمدينة زاغورا الذي قام بتنظيم بشراكة مع نادي التجويد والإنشاد في المؤسسة الذي شارك في تنظيم هذه الندوة المباركة الذي استفدنا فيها الشيء الكثير، خاصة العلاقة التي تربطنا بأهل الديانات الأخرى أهل الكتاب التي تنبني على التسامح والتعاون من أجل بناء مجتمع رشيد ومجتمع يسود السلم والتعاون. استفدنا الشيء الكثير من هذه الندوة، ونشكر الأعضاء الذين سيروا على تنظيمها، لأننا في أمس الحاجة إلى هذا الموضوع بالضبط، لأننا نصادف مواقف كثيرة في حياتنا اليومية، بالتالي يجب علينا أن نعرف مدى أو كيفية تعاملنا مع أهل الشرائع أو أهل الديانات السماوية الأخرى. ولإعطاء شباب جماعة تمكروت فرصة الحوار فتح باب النقاش والإجابة عن كل التساؤلات.